السلام عليكم، حي الله المتابعين. نبتدي وياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهاي الحلقة يا محفوظين السلامة راح تشوفون أحداث كل شواي، ومن هاي الأحداث الإنقاذ العظيم. لا تفوتون ولا لقطة من الفيديو، ولا تنسون تخلون لايك وتشتركون بالقناة. ومن نقلكم لا تنسون تخلون لايك وتشتركون بالقناة، يعني أنا قاعد أقول، فلذلك يعني لما أقول يعني ما أشوف أنا أي فرق، فأريد هذا الفيديو نوصله 40,000 لايك. خلي لايك واشترك بالقناة، ومشاهدة ممتعة. مساكم الله بالخير. اليوم كل شيء ما اشتغل، شوف العوبة جاي من حطينا العش، حطينا. تدرون ليش سويت هيجي؟ لأن هم مطرورة، لا إله إلا الله، هاي هم مطرورة، جا ما سوينا شيء، جا هي هسه سوت هيجي لأن الدجاج يجي هنا والطاووس والفسيفس يباوعولها، فالدجاج ما يحب مني بيض واحد يباوع عليه، يحب إنه يكون لابد بمكان وما حد يشوفه. فرات أنت أبو الأفكار، أنت هاي سوي لك خطة بسيطة، لا بسيطة بسيطة. هسه راح أسوي مو هسه، بعد شوي بالليل راح ضاع العصر كله. هاي مال أمس وهاي مال اليوم. يلا الله أكبر، خلي روح نصلي. يعني صار لي تقريبا بالساعتين قاعد هنا. علي فد مرة جابالي ماطور، ها كنت متربع هنا واشتغل، وهاي ماطور مال شو هذا؟ يقول مال غسالة. ماطور الغسالة متكون من 4 قطع، هذا وهذا الملف وهاي الحديدة وهذا القبق، بس ذن أشغله بس ما يفتر زين. أباوع هسه شنو البي مثلا؟ واحد هسه مثلا واحد يقول بي شي أريد أن أسوي، كل شي ماكو، يا بس سيون ماكو، بس ماكو ماكش. المرة مجين ما يفتر، سويت لين لقيت واحدة من هذني معوجات، قلت يجوز من عندها عدل، ماكو. شو سوي بفرات؟ والله ببالي فكرة ما قلكم بيها لان هي بعد ما صارت. قلنا لا عوفها، يجوز اجيب ماطور واسويها. قلت انا اذا سويت هذا وطلع شغلته جاهز قبل افتح هاي والله واسويها. محفوظين السلام، جيت قلت انا اريد اخمر تراب يعني طين على مود ان شاء الله اسوي البيوت مال الطين مال الجماعه. ليش تسوي فرات من طين؟ سوي انه من خشب وفضنا. لا انا احب اسوي هاي الشغلات التقليديه، كلش احبها، حتى الحيوانات مالتي انا اصلا تحبها. فهسه انا احتاج اولا عربانتين ثلاثه مال تراب. اي هذا شوفوا، ها تريبات ناعمه وعلى حسب الاصول. فش نسوي؟ هذا جدر نوديه هناك. انا قريب عليك فرات، ما ادري يا محفوظين السلامه جاي اشتغل اطقطق منه ومن انا. ها شنو؟ ماكو شيء. ايش بيك؟ احس شلون رجليها مكسره. لا مو مكسره، مريضه حيل. ولو تن 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 اساسا غلط جيبها تن، تدرون ليش؟ لان المفروض التن تنعزن واحد تن، لان هذا صير مناعته ضعيفه. رجح انفرات هنا، اي ارجحهم واضل الف بهن هنا احسن لي. رجعت لكم بعد عمل بسيط داخل المحميه بدون ضغط على النفس، شويه شويه حتى لا نرجع الالم السابق. شلت الثلاجه من هنا وكترتها هنا، عندي خشبات اثنين دقيتهم سويتهم محطاط بهذا المكان حتى الدجاج ينام بي بالمستقبل، لان جاينا الشتاء ومطر، فهذا هنا يحميهن لان السقف موجود. المبرده مال العصافير شلتها من هنا وخليتها، لا شلتها من هنا، شوفوا شنو صارت، وخليتها هناك. البابايات بقن اثنين عندي، بابايا خليتها هنا، هاي البابايا واحدة خليتها هنا، هذا مكانها شوفوا حلو بيم المحمية. وهاي ولو المحمية اذا الله سهل وفلشنا، يعني هي اساسا راح تنشل على المحمية مكانها، وراح يصير نظام لها جديد، راح يصير محمية طبيعية منها وللسمه.
سويها لكم بعلو البيت مالنا كلش. مو هذا حجمها، لا لا لا. يلا خلو بكل شيء بوقته، لما تتفلش ونشوف المساحة يلا نوب. اقعد ورقة وقلم نخطط ونوب نشتغل. وحدة باباية وهاي الثانية باباية، هم جبتها حطيتها هنا. أنا كان ما عندي مكان بعد، ما عندي. عندي فكرة اسوي سنادين من خشب. شلون راح اسوي انفرات؟ ما ادري ايش خطرة بس ما عندي خشب، ما عندي. ما ادري فوق ذبيته. شنو سويت فرات؟ شلت اللهمانات كلهن وحطيت هنا أنا. هذا مكانهم، خمستهم صاروا هنا، لين واحدة تمرضت وماتت من رجعت من الزيارة، وهذا مكانهم. لا تزال الغرفة حارة احسها. اي او الجو زين بس حارة، لا حارة. جبت تراب وحطيت الجدر وذبيت التراب وذبيت له ماي. وهسه صار جاهز. بعد شنو؟ غسلت المسبح وهسه حاليا قاعد ينترس. بعد شنو؟ جبت سطل وحطيته هناك وخليت بيه تبن وخليته على مود تبيض بيه الكوشن باكر. بعد شنو سويت؟ بعد ما سويت شيء. هذا هاي هذا كانت مبرده هنا همين شلتها، لكن هاي المحميه همين ان شاء الله باكر اتجه لها. شوفوها بعد ان شاء الله اتجه لها على مود ارتبها واكملها بالكامل الصير، لكن هسه بهذا الشكل انفتحت بعد ما شلت المبرده. هذا همين كله يتنظف ان شاء الله باكر. يلا يا محفوظين السلام. بعد ما عندي شيء، كنت اشتغل هناك جوا بالبيت، اخذت سنادين وهاي اللي كان هنا ودقيتهم بالحيطان وركبت كلهن وزرعت بهن ورد الصباح، يعني كجماليه للبيت زين. الغرفه هاي، هاي الغرفه لا تجينا لا تصور لنا ولا نعرف ايش بيها. بيها هاجر موات هذول. ها وانا شنو قلت لكم؟ قلت لكم انه اريد ان افتح الخانه مالتهم واخليهم هنا داخل هاي المحميه. وبيها هذا الزوج مال احمد النعمه مال الكوكتيلات مفتوح حدد، وبيها هذا ابن حنيش، وهاي نثيه ودوها لنا هديه. خلنا شيلين ودين هناك. هذول يا محفوظين السلام ثلاثتهم، اناث اثنين وابن حنيش ذكر. يلا. بس ابن حنيش طبعا يطير بيهم. بس ابن حنيش عيونه انسدن باخر فتره. وين راحت هاي؟ ليش؟ انسدت عيونه باخر فتره. فتعب الطير، ان شاء الله هسه هنا راح يعيد نشاط. انتي والله شكلك مال المحميه. هاي الجوزيه اريدهم بس ينشنشن شويه هنا وتقوى اجنحتهن وترتاح، وان شاء الله راح اشيلهن واخليهن باقفاص وابدي ابزر معتن، يعني ان شاء الله ننتج من عتن. اي والله حلوه. قلت لها الحسون الموزمبيقي، ما ادري ليش قتلوه. اخر شيء ظلن عندي يمكن اثنين، اي ذولا. بس مشكلتهم انه يفلتون، عرفت شلون؟ هسه هذا والله كامل لو والله هم فالتات، فاريد اسويهم. تعالوا. هلا ها لولو، ها غاغا، وين هي؟ وين غاغا؟ لا مو هاي، هاي مو غاغا. شباب رودة كلش تحب الحيوانات، فلذلك انت تجي تخلصها كلها هنا يمي، يعني لما نشتغل. ها يلا روحي روحي العب وياهم، روحي روحي جيب البطة جيبيها. خلوني اركبه. يفلت لان هذا يعني مكسور. يلا بلكت ما اعرف اذا يشتغل او لا، لان انا عندي بس قلاب واحد يشتغل فقط. وهذا الثاني يا محفوظين السلامة همين صار جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. ذول العرسان شباب، ما تبيض جوا منا لا والله ماكو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ان شاء الله بس اكمل تفقيس ذي البيضات، راح اغسلها غسله مرتبه، اغسلها واعقمها، لان انا اساسا ما عندي بيض لحد هسه صار عندنا 1 2 3. هسه هذا اللي خلينا قبل شويه ضغط مطول، شوفهم هذا يشتغل او لا. بسم الله والله يشتغل جيد، يشتغل. شوفوا قاعد يفتر، هذا نفس الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ضغط مطول، هذا القلاب صار فوق. لا بابا لا تلعبين، انا اذكر انه هو ما يشتغل، ما يشتغل.
أبد يعني أصلاً ولا يحوس ولا يفتر. ها لا بابا لا تنكسر. وين دوشقة؟ دوشقة وين؟ لا لا دوشقة. جاجا هاي. بس بالها دوشقة موجود. شوفوا شوفوا. ها؟ شنو شنو؟ ها؟ شنو شنو؟ تريدين ماما؟ ليش؟ شنو شنو؟ واوا شنو شنو صار شنو صار؟ حاو وين؟ وين الحاو؟ وين؟ دوشقة؟ وين دوشقة؟ بدي اقول دوشقة عض القاقة؟ اوه ما هو باح راح دوشقة راح جا راح دوشقة المن تردين ماما تخافين ماكو حو حسبالها بعد موش باك ماكو حو باح ما هو والله ما هو تعال شوفي تعال تعال ماكو ماكو باح باح تخاف تخاف تدخل حسبالها هنا موجود يا حفظين سلامة راح ارجع للطريقة القديمة اذا تذكرون متابعينا القدامى كنا ندق الخبز بالجدر وبخشبة بحيث نعمه ونسوي ناعم قبل يومين انا ردت اشتغل على فكرة جديدة اللي هو هذا الماطور وشوفتكم اياه انا وشو يعني شوفتكم تفاصيل لكن ما صار بس اذا رحت للسوق راح اجيب الماطور واسوي لكم مجرشة حبوب او مجرشة اعلاف مال خبز او مجرشة خبز اي 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 خلوني اخلي من عنده هنا وان شاء الله ابلش بالدق على مود انعمه بس هاي القونيه اما الباقي اللي عندي ان شاء الله هجيبن ماطور ونسوي المجرشه اللي قلت لكم عليها هذا الشكل شوي شوي اطحن شوية شوية اطحن على مود يكسر بسم الله مساكم الله بالخير شغلة مستعجلة وطارئة ولازم أروحن بأسرع وقت أول نقطة شباب الطير الخنبر اللي هو الخضيري احنا نسميه بلش الموسم ماله ودمر النحل مالي دمار فأنا أجيت أمس حتى أفتح كان وين ما أفتح لقيت النحل مالي مسوي بيت ملكي وليش لأن الملكة مالتي لقيتها تعبانة وتريد تموت كلش فتواصلت ويا نحالين ومدري شنو يعني شغله ضروريه وطارئه شباب قالوا هيك وهيك فهسه رايح بعدين اسولف لكم كل المجريات لانه ما عندي وقت شباب لازم اروح هسه قبل ما تفقس الملكه الجديده وتصير مشكله واحتمال اخسر هاي الخليه اروح للسوق وارجع على مود اسولف لكم بقيه التفاصيل همين يا محظوظ السلام اذا حصلت هوائيه رخيصه راح اجيبها واشتريها لانه ما عندي وحده والخنظر دمرنا دمار يا الله يا محظوظ السلام هاي جيتي من السوق شنو فرات وشنو صاير اللي صاير هذا البيوت مال التقفيص هذا بيتين ها شوفون لان انا احتاج بيتين اللي صاير لا اوف اللي صاير خلنا بدل البس البدله على مود قبل المغرب يا محظوظ السلام رجعت لكم ولبست البدله اللي صاير شباب انا ليش اقول لكم اقول لكم اخوان ما جاي اكثر النحل ما جاي اكثر النحل ما جاي اكثر النحل اثاري حكي صحيح انه الملكه كبرت او الملكة عجزت او الملكة بعد ما بيها حل فلذلك النحل بقى يهددها يهددها يقولها يا ملكة اشتغلي بيضي ترى احنا ما جايين ننمو احنا ما جايين نكثر جايين نتعرض لهواي شغلات خارجية ويموت من عندنا الجيش فيا محفوظة السلامة بيضي 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 هي المرة مو بيتها لان المرة كبيرة بالعمر بس سوى النحل سوى
جبرها انه تبيض، بيضت مباشرة بنى بيت مال احلال. هذا بيت الاحلال اللي هو ملكة، يعني سوى مباشرة الملكة. شني المشكلة او شني الشغلة اللي مو زينة وانا هسه خايف، يعني خايف خوف رهيب عليها، لذلك انا راح اجازف بشغلة. استشارتنا حاليا شي يقول ها لا غلط، شي يقول اي، ها ممكن تنجح ممكن ما تنجح، بعد انا مجازفة. هي اللي هي الملكة مال الاحلال اللي راح تفقس هسه، راح ابقيها ويا النحل واخليها هي تصير الملكة الام. لكن مع وجود الخضيرية اللي ياكلن النحل، هل راح تتلقح الملكة او لا؟ هذا هو التحدي اللي راح يكون نهاية طريق النحل ويا فرات الصياد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النحل حركته كلش قوية، وسبب الحركة هو اكو حضنة جديدة، يعني افراخ جاي تتعلم للطيران. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا بس ندخنهن على مود يدخلون جوا ونشتغل على راحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت لهم كاندي همين على مود ننعش الخلية. صلوات على محمد. شوفوا كمية النحل الموجودة، شوية تدخين على مود يهدأ النحل. راح اشوفكم البيت الملكي اللي مسوينه، ينقذون الخلية مالتهم او المملكة مالتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقع هنا هو كان ايهاف. هذا هو البيت الملكي. شوفوا بداخل هذا البيت اكو ملكة، حاليا اكو ملكة، او هاي الملكة هي ان شاء الله تكون بطلة المستعمرة الجديدة اذا طلعت وطارت وتلقحت. هسه شو تريد تسوي فرات؟ هسه انا اريد ان اقفص عليها. قفص عليها شو تسوي هسه؟ اوقفوا لي هذا الشكل. وين القفاصات مالاتي؟ ذني القفاصات. هاي القفاصات على مود شنو شباب؟ لان هاي الملكة اذا فقست وطلعت راح تتعارك ويا الملكة مالتي، وياخذن وحده منهم تاخذ نص الجيش وتشرد. بعدين انا شلون عندي جيش يعني حتى تاخذه وتشرد؟ يخلص معناته انه النحل مالي. بس هو اليوم مسودن كلش يعني. المهم خلي شويه نهدئه هذا الشكل، ولازم ابقى كل يومين هيجي اجي اشيك. فهذا الشكل لازم نقفص عليها، لازم ما نطخها شباب، لان اذا بزيناها راح تموت. شويه شويه، وخرا 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 وخرا، تبعدن تبعدن. خل نقفص. اها صار بالنص البيت، صار بالنص، صار بالنص. قفص فرات شويه، ندفع. هسه تمام منا شنو الوضع صار جيد. اها ممتاز ممتاز. بهاي الحاله امنت على الملكة الجديدة ما تطلع برا، وراح تبقى جوا اثناء التفقيس مالها. من راح تفقس شو راح اسوي؟ راح اقفص على الملكة الكبيرة الام. الملكة الكبيرة وينها فرات؟ طبعا النحل كثران اذا قاعد تشوفون. بسم الله ما شاء الله عليه. اكو حركة بالمنحل مالي، والسبب هو انه قاعد اغذي باستمرار، قاعد انطيهم من عجينة الجاندي. شوفوا صلاة على محمد شقد نحل خير من الله، يعني بلش ينتعش المنحل مالي. زائد هذا النحل اللي قاعد يطير، شوفوا ها هذا نحل يعني حضنة جديدة جاي تتدرب للطيران. شوفون هذا البيت، هذا البيت هذا يسمونه كأس ملكي. هذا يبني النحل حتى يخوف الملكة، يقولها يابا ترى اذا ما تشتغلين احنا راح نسوي ملكة بمكانك، يا معودة اشتغلي، ليش نروح نطردك ونكتلك؟ فظلوا يسولها يسولها يسولها. هي المرة مو بيتها شباب، المرة مو يعني هي صارت عجوز بعد، هاي طاقتها. فهنا أنا شاف النحل انه ماكو فائده الكلام ويا الملكه، اضطر انه يخليها تبيض وسوى مباشره بيت ملكي وقفصنا عليها. يعني ان شاء الله بالايام الجايه راح نشهد ظهور ملكه جديده عندنا بالخليه. طبعا هذا اغلبيته افراخ من هاي الجهه، افرق لكم تشوفون. هاي اخر شيء ذبته البيض، يعني مستوى كلش ممتاز من البيض، حضنه ممتازه راح تنقذنا هاي الفتره. هسه خلي ارجع وادور لكم على الملكه. شوفوا هاي هي الملكه قاعد تركض وراها الوادم كلها، وشون تسوي لها انعاش يا معوده، قض روحك يا معوده، قولي يا الله لا تموتين علينا. شوفوا خلنا نفخ عليها حتى شوي يبتعد عن هالنحل، ما يبتعد يرجع يحميها، يريدها ما تموت شباب، لانه يقلها انه لسه ترى ما طلعت ملكه، يعني شباب لا تخلونها تموت شباب. شوفوا هسه يعود داخله تدور اكل، ما ادري شنو يعود، على اساس المفروض انه هي هسه اجت هنا حتى تبيض، لكن ما جاي يشوف شيء انا. بس هاي وهاي حركتها، شوفوا شلون عجوز.
عجوز عجوز يعني هسه الملكه شباب المفروض يطير تطير بالمشي بادائها بحركتها هي لا ما بيها حيل تعبانه ضايجه مو ضايجه يعني هي عجوز بعد صارت فبس تفقس هاي الملكه وتتلقح مباشره انا اقتلها اعدمها لانه ما يصير ملكتين بخليه واحده حصلت لي قرصه شوفها بس كلش عادي يعني لانه القرصه مال النحله علاج عرفت شلون طبعا هاي اول مره انقرص من النحل مالي لان ما اعرف انا حسيته يعني حسيته هايج اليوم يعني من السودن اكو شيء زاعجه ما اعرف شنو هو شباب النحل مو كثران يعني بالمناسبه رحت ورجعت بدلت هدومي بس شني قرصه تخبل شو شلون صارت بس غلط انا بسرعه شلعت الابره لو مخليها على مود تفرغ السم بيدي لان هو القرصه مالتها علاج شباب هو مو كثران النحل وانما هايج فلذلك تشوفونه هواي رجع طلع هم رجع على الهيجان ماله اكو شيء قاعد يزعجه لو حضنه جديده جاي تطير اتوقع حضنه جديده جاي تطير حصلت هوائيه ركس ماكس حصلت بس غاليه شباب يعني مو مال واحد يشتريها على مود يصيد بها خضيريه سعرها 4 ورقات يعني بسعر اليوم ايش قد والله تقريبا بال 570000 580000 هيك بهالحدود عموما فما اخذتها بعد يعني غالية مبالغ بالسعر مو مال واحد يشتري هيك مثل ما قلت لكم نسيت انه من الساعة لقيت الكوشن الرصاصية النثية نايمة ببطن السطل خلي اشوفها ما اذا بيضت او لا بسم الله الرحمن الرحيم ما لقيتها بالسطل انا لقيتها هنا ودخلتها بالسطل اي والله هاي بيضت هسه صحيح لا مكسورة البيضة ولا شي شوفوا تاريخ كتبت على هاي البيضة مال الدجاج الزينة اللي هو مال الكوشن حتى اعرف شو وقت انا دخلتها للتفقيس ان شاء الله تبقى هنا بدون تقليب لمدة 3-4 ايام يبدي بداية الشهر والنوبة ترتفع للتقليب يا الله صبحكم الله بالخير والعافية محفوظين السلامة شنو اخوان شنو القرصة مال امس مال النحلة غير يعني انا ما متعود على القرص بس عادي اذا انقرص بس من انقرصت شيني غير ايدي هاي انشلت شل لحد الان شيني السالفة صلوات على محمد مو نقول دريل مو شوكة ومبزيت بيها مدري احس الحيوانات هناك كثرانة احتمال انه ذولي احاول انه اصعدهم بالسطح احتمال ممكن يعني استغلالا للمساحة وهاي مزرعتنا البسيطة بعد ايام ان شاء الله راح تجرح تشوفون ايه صايرة كلها قطعة خضرة تماما من بذور الجت هاي الجت كلها طلع شوفوا وزين يعني تقريبا يعني مو اقلكم انه ضبطت بالنثر بس زين يعني زين حلو يعني كلها تقريبا القاع كلها طالع بيها بس مثلا هاي منطقة يعني بيها اكثر هاي منطقة اكثر هاي اكثر زين زين ماكو اشكال هذا شباب راح يفيد فيده لما يعني واحد يحش من عنده وينطي للطيور مالته فانا الهدف مالي ان شاء الله شباب مو هسه الهدف مالي هسه ومن تصير مزرعة اكبر من هاي بحيل الله وقوته انه لازم اخلي لي فد مكان كلش كبير يعني حتى لو مثلا من النخلة يعني مو هو هذا المكان لا بس تقديريا من النخلة الى حتى هاي الصفعة هاي كلها اخليها للزراعة راح تزرع بيها فرع ازرع بيها جت لان الجت غذاء متكامل للطيور او جت وبرسيم على مود يكون هو يشيل لي وجبه من وجبات الطيور انه احشن وانطيهم مباشر واكتشفت ليش مبزيت لان انا البارحه يعني كنت رايح للسوق زين رايح للسوق اكيد حاط عطر تارس روح اترس وانا جيت لين بعطري وبهاي طلعت التجاوزات اليوم شباب سوت الديره مالتنا مدينه اشباح شوف شلون افرجكم انه الديره سويتها تفليش حطام يعني يعني زين الوادم مالتنا من هنا ما متجاوزين هواي يعني كل واحد متجاوز يمكن اقل من نص متر متر هيجي احنا الحمد لله والشكر ما متجاوزين يعني نهائيا لا من هناك ولا من هاي الجهه لا هاي المزرعة ولا البيت مالنا ولكن احنا اول الناس اللي فلش السيوج يعني امين عشنا الاجواء ويا المتجاوزين الحمد لله والشكر صبحكم الله بالخير
والعافية والأجواء الشتوية وحياكم الله. وهذا هنا على المحمية شوف هاي هسه بس تكبر والله العظيم راح تشوفون راح تورد واخيرا راح تورد الأكاسية. الله يرحم أبوي يرحم والديكم بهاليوم هذا كان كل ما يجي هنا يقول لي اي وانت شين حسبالك انت عايشتها؟ اقول ابويا يعني هي اول بدأت تذب وراقها وانه بعدين ترجع تعيش. قال لا لا لا, لا. انا اللي عيشتها, ماتت بويا وانا عيشتها. يقصد على الاكاسيا انه ماتت وهو ظل يحفرها او يذب لها سماد او يسقيها. رحمة الله على روحك ابوي. ولكم والله امس كان موجود هنا امس. اي الحمد لله والشكر رب العالمين, الحمد لله والشكر. ما يبي يضع ذني ثلاثة هنا اني مالات البطريق. هسه خبرت ارام وقلت ها ساك الله بالخير اليوم كون تطلع زيرو, يعني اليوم اكونها اريدها تطلع يعني يكون زبد ان شاء الله. يلا شباب خلوني اجيب الفارة لمسة يد صريحة وواضحة يعني ما يختلفون عليها اثنين. خلي اجيب البطة او الفارة مال الغسل. وين باباي؟ والله لا ها مو هذا اللي ها هذا جت 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 هذا جت اي جت اي كله طالع. هو بس ركبها وخليها على هذا, خليها على الكرسي على موتشيني ما يلوحها ماي وتكهربنا. جت اخ طال لا والله. يلا بس خلينا نكبس شوي, خلينا نغسل لنا شوي وروح شارحت وياك انا, بس بعد عندنا شغل شوي بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغلت. يلا بسم الله خلنا نركب الصواني. بسم الله. لاندايزر شغل. لا شغل البطة. روح شنو طق يما ضغط. قوي. وين اصعد؟ ها؟ ليش اصعد؟ جيب درج ولا شيء؟ درج؟ شوفوا شباب حمامة مكلبة هنا بالسحفة. عدله لو ميته؟ عدله شنو ميته؟ يابا ما تحوس يابا. لا والله لا لا تحرك والله. شلون اصعد؟ شلون اصعد؟ جيب درج؟ شوف يا شباب شوف. بلا سر وانت طولك وياه؟ وين طوله يا عمي؟ هسه يا بجرب ولا كجر وثواب؟ حورية عين تلقى هناك حورية العين. ولك اصعد اصعد جرب انا كبك اصعد. خطية هاي خطية يمكن برجلها خيط؟ هو مكلف رجلها خيط ومكلف بالسحفة. اي والله صدق. ايه اصعد 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 ما تلوح انزل 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 ما تلوح انزل انزل لا تطيح. ما تلوح ولك ما تلوح بلنطيني عصة ما تلوح فرات. ما تلوح ابويا ما تلوح. لا اصعد بعد مو تنقلب يستوك.
يبي كذب النخلة كذب النخلة كذب النخلة يرباله. والله ملتفة، شوف ملتفة شلون تفتر. انزل 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 انزل. ما يلوح بلكت. يلوح؟ لا اوقف، انا اعرف هسه شو تسوي. اوقف سير كلبه قوي، لو ما كلبه قوي كان نقدر. يلوح؟ وين يلوح؟ اي وشن يعني؟ شوف شباب شلون مكلبه. شوف تقدر شو تسوي؟ ها؟ تقدر شو تسوي؟ راح اجيب سكين. ها؟ ايه وشتها هنا ونطقها بلاستر ونقص الخيط. ما تسيطر. لا خلينا نجرب. ما تسيطر ما تسيطر. يا بجيب الفرويد. ما اقدر اصعد انا ذاك يوم، هذا ابو رضا جصاهم، وين اقدر اصعد؟ انا سري اقدر اصعد بالفرويد، شو اصعدت والله. بس انا ما مجربه يعني، نهائيا ما مجرب الفرود ولا بحياتي صاعد نخله. قصها قص، بس هم راح يضلون تشلب برجلها. ايوه يطير شلون؟ وقف وقف شلون؟ شنو الفايده؟ جا احسن اخو ما تظل هيك. شوف بنصعد ننزلها ونفتح الخيط. ما اقدر، ما انا ما اصعد عود بالفرود. إيه؟ ما اقدر ما اقدر. يبقى لا تطق في السكين. ها شو رايك؟ يلا جرب هسه تجربه. بس ما اعتقد تقص، لان هذا من فوق حساس قد يعني. ما يا راح يشمته من فوق. ايش مو جاي نقول احنا؟ شلون هاي؟ ما ادري. يبغى لا اطقها، بس انه بروح اطقها وانه تموت. ما هاي تلعب تلعب. ها ها اي مو جاي اقول لك صغير ما شص. ما تقدر فرات. لا تكسر هاي قبل، اي كسرها. لا النفس السحفه. اصعد اصعد شوي بعد، اصعد واكسر السحفة. وك منا اجيبها شوي شوي، اجيبها للطرف للطرف. والله اصلا عودي ما اشوف. للطرف للطرف كسرت رقبتي. يا بجيب الفرويد، هذه الطريقه كلش كلش فاشله. مو تقول جيب الفرويد، شوف الكهرب ماله شلون تعبان. يا اخي اي مو الفرويد راح يكض يكض، مو داير ما داير النخله، مو بس بطرف واحد راح يكض. غير راح يفتر على النخله كلها ويفتر عليك همين. ها راح احاول اذا قدرت اصعد، ما قدرت خابر ابو حسين ابو رضا. اي انا اقول لك اي اللي اصعد. بس على صفحة المحمية. لا على مو شيني. يصير التصوير بالراس إذا قدرت أوصل له. مخاف تطيح تليفون؟ لا لا. نحاول. إن شاء الله حقدر. أنا خاف من الشباب يعني. ذيك مرة أنا جبت أبو رضا. على مود يسوي النخلات وما ساعدته هنا، لان الشغله شغله خطره. يا الله بس على كيفك، على كيفك لا تستعجل. لا على كيفك. ها بعد شين نفلش كل شيء ما بي، لان هو الفرق. تبرج لي هذا خوف مو تعبان.
ما ضل شيء. بعد 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 بعد. ارفع روحك شوي. تعبت. تعبت. ما اقدر. طين طين الشص خلنك بلكي اقدر اقصه منه. ما اقدر ما اقدر تعبت. مالو تعبن رجلي تعبن. اخ اوه هاي كفت يا شباب. شو انا اوديها؟ راح اعطاها هنا. ها؟ لا راح اذب اذب جو. الله يساعدك الله يساعدك. يلا لك اجر الثواب. هذا هذا ما قاعد يتحرك من خوف. شيط صعد بش اسمه خوف. مش جابها ايش كلبها سعد عوفا من السعفة. افتح رجليها السعفة. هذا ايش مرها بعد شنو مكتف على اصابعها على صابيحها على رجل. دي بقى يعطيك رجل هي. ها؟ صورة ملفوف لفة. يلا انطلق إلى الحرية. يا حرية. ها؟ خليها شوي ترتاح. هي بعديها تروح شا خطية. تلقاها من اليوم تحنا وين ندري بيها وشنا باللعبة. نشربها ماي. وشنا نشوف اللعبة وين ندري بيها شو قصارها. شوف. صدق جالس يشرب شباب. حتى ما بيها حيل الطير. شوف شباب حتى ما بيها حيل الطير. واو. شنو هاي؟ شنو شنو هاي؟ صار ساعة الله يعلم ايش قد ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربعة. خليها بالزرع. حطها بالزرع. وبهذا يا محفوظين السلامة نكون أكملنا عملية الإنقاذ ووصلنا وياكم نهاية حلقتنا مال اليوم. لا تنسون والدينا من الدعاء أودعنا.